حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى. مساء الخير أستاذة دلال. يعني لطالما أكد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الأهداف المشتركة والمضي بمملكة البحرين نحو آفاق أرحب من التنمية والازدهار، كيف تقيمون في مجلس الشورى هذا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاساتها أيضا على تطوير البنية التشريعية للمملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تفضلت جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الله يحفظه دائما ما يحرص على المنظومة التشريعية، واحنا نعتبرها طبعا مسؤولية وطنية نحافظ عليها. لذلك يعني من منطلق واجب ومسؤولية دستورية، كلا السلطتين حريصة على رصانة ومتانة تلك العلاقة، وهذا طبعا أن له انعكاسات المباشرة على منظومتنا التشريعية. ونعرف أن دائما تقاس مدى تقدم أي دولة بتلك المنظومة. فالحمد لله يعني المتابع لمسار الحياة الرياضية في البحرين وتلك العلاقة يرى أن مدى استقرارها وتمشيها مع هذه الأمور. طبعا إحنا من خلال تعاملنا إن إحنا بنستثمر طبعا كافة الأدوات المتاحة لنا حتى في مصادرنا لصناعة هذا التشريع، يعني دائما ما نتعاون ما جاء في برنامج عمل الحكومة، أيضا من خلال لقاءاتنا مع أعضاء الحكومة سواء في الجلسات العامة أو في اللجان من حيث أي تقارير أو مشاريع نرصد حاجات الجهات بعد تطبيق أي قانون نافذ، نشوف وين الثغرات الموجودة على أساس نعمل معهم على أنه يتم فعلا تعديل التشريعات. دائما نتابع الاستراتيجيات الوطنية اللي تتبناها أيضا الحكومة، نعمل على تحقيق تلك الأهداف الموجودة فيها. كلا السلطتين أيضا تعاوننا على فتح قنوات يعني مباشرة مع المواطنين تتلمس فيها الاحتياجات، الشكاوى اللي تكون موجودة، تمارس فيها الرقابة أيضا، يعني الرقابة مو بالتصادمية الحمد لله اللي موجودة في البحرين، رقابة فعلا تعمل على تصحيح الأوضاع، على معرفة أين تكمن الثغرات والخلل ونتعامل فيها. فهذه الأمور كلها يفرضها علينا الواقع التشريعي، بالإضافة إلى أن طبعا دائما التعاون دي إحنا نستهدف في أن يكون مؤشرات أيضا البلد في تقاريرها في تقدمها، لولا هذه العلاقة المتينة ما بين الحكومة والبرلمان لم نشهد أن في تقاريرنا أن إحنا أصبحنا نتقدم في تلك المراكز، أصبحت حتى التوصيات اللي علينا في المنظومة التشريعية تقل باعتبار أن إحنا حققنا إنجاز فيها. فكل هذه الأمور مجتمعة الحمد لله تبين تماما مدى أن إحنا هذا التعاون لم يكن نصا مدرج فقط في الدستور أو في تشريعاتنا، لا هو التعاون فعلي حقيقي، لأن إحنا بالنهاية نعمل في خدمة هذا البلد والمواطنين. بكل تأكيد سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.